السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الصغار، أتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بالمتتبعين الجدد، مرحبا. ومرحبا بلي لايك ديالكم، مرحبا بلي زابوني ديالكم، شكرا على الوفاء والتتبع. اليوم غادي نديرو كيما كتشوفوا، هنا عندي مشروع ديال الشجرة، شجرة العائلة، لارب جينيالوجيك. هذا الجذع، درنا الجذع هو من الكرتون دائما باش نسهلو. هنا درنا جوج فتحات، واحد الفتحه هنا واحد الفتحه هنا، ودخلنا ولصقنا هذا وهذا، لصقناه لداخل وهذا لصقناه بحال الشجره على برا. هذا الكرتون ديال درهم اللون اخضر، وهنا ثبتنا الشجره كيف كتشوفوا. هادو الاغصان على شكل اغصان، ها هو غصن. هادو لصقناهم على راه ما كيطلعوش، لصقناهم لاصقين على هذا الملف، لاصق باقي. غادي نلصق ليه هنا مازال شويه، راه لاصق باقي، غنزيدو واحد هنا الا احتاجو سينو بلاش. المهم ولا غادي نديرو باقي واحد هنايا، نديرو باقي واحد هنا وغادي نوريكم كيفاش غادي يعني كيفاش غادي يكون. وهذا هذا الملف راه ما غاديش نخليوه هكا، غادي تشوفوا بعض اللحظات، غادي نقطع الفيديو باش نقادوه ونوريكم نوريكم التتمه ولا كيفاش غادي يولي هذا الملف. انتظروني بعض اللحظات. ها هو اصدقائي كيف ولا، غير الغلط اللي درت انا اللي درنا خصكم هو الاول. هذا ما تلصقوش ولا ما تفتوش هنايا حتى تقطعوه، غادي تطوي وغتقطعوه على شكل شجره، يعني على شكل شجره. ها هو دابا كيف ولا، هذا قطعنا، هذا هو الملف اللي قطعنا كيولي على شكل شجرة. هي بعد ما قلت لكم اخيرا سالينا من هو الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي، كيفاش تيجي وليداتي. الشكل النهائي ديالها هو هذا، انا الجد والجدات تندير هذوك، درت هذوك ديال الكرتون على شكل اغصان، ما فكرتش ليها في الاول، راه هما ما فكرتش فيها في الاول باش هذوك ندخلهم شويه ولا ندير لهم شي حاجه اخرى. ما يمكنتهم مزيان كيف كتشوفوا، يا شجره العائله. هنا بما اننا في موسم الثلوج درنا الثلج، واخا حنا في اكادير باقي ما كنشوفو الثلج، ما كنشوفوش الثلج. واخيرا سالينا الشجره ديال العائله ولا جينيالوجيك، درناها الاغصان، درنا هاد الوريدات هادو كتيريهم من سيبير ولا عند شي مكتبه. اننا في فصل الشتاء درنا هاد، درنا الثلج، شدينا الفرشي وحكيناه. تشوفوا درنا الكولا ولصقناه باش يلصق. انا مازال غادي نزيد شي نجيمات هنايا باش دير الضوء، هنا عاود هنا درت التراب، درت عليه هذوك ديال الفايونس، هذا الخشب. تشوفوا الخشب حطيناه هنا، يدي حيت صبغنا درته في كرتون صبغته بالكحل الصباغه. هذا الثلج كيف كتشوفوا هنا، هذا الفلور كيف كتبان لكم، شديتها بهذا، درت ليها هاد بحال الكالي، درت ليها هاد الكالي، هذا باش يكاليها ليا بحال الكالي. شتو الفلور كيفاش هادشي الفلور، كاليتها بهذا باش تبقى لنا واقفة. نتمنى العمل يعجبكم ويروقكم، نتمنى يعجبكم اصدقائي.
التلابيب ديروا تحاولوا ديروه ولا ديروا محسن، علاش لا ديروا محسن من هذا؟ المهم كفكره، هذه غير كفكره، نتوما طوروا الفكره ديالكم. هنا ما عنديش سميتو، ما عنديش علاش درت الثلج، حيت ما مبقاش ليا الوقت باش ندير شي حاجه اخرى، ندير بحال ندير الربيع ولا ندير هذا، فكرت ندير الثلج بما اننا في موسم ديال الشتاء. نجيبها لنا قد نفع يا ربي. يا باي باي يا اصدقائي، باي باي. واخيرا هذا هو العمل النهائي ديال شجرة العائلة، نتمنى يعجبكم العمل ويعجبكم. هنا درنا الثلج كيف قلت لكم من قبل، مكانش الوقت باش ندير شي حاجة أخرى. ولدي هز الراية، تشجعوا الفريق الوطني المغربي نهار السبت إن شاء الله، نتمنى له الفوز، يحقق النتيجة إيجابية إن شاء الله في قطر. وهذا هو العمل، كنتمنى يعجبكم، وشكرا بزاف، شكرا على الدعم ديالكم، وشكرا إلى اللقاء في مناسبة قادمة إن شاء الله.